نعم ازاي؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. طيب يا إخوان، قبل دخلنا أو ندخل إلى الدرس، هناك الأسئلة لابد أن نجيبها طيب، موضوعنا اليوم: هل تحدث مشكلات بين الزوجين؟ طيب تفضل أجيب الأسئلة الأول يا أهندويو. الأولى تفضل أهندويو، الرقم الأول. الرقم الأول، هل تحدث مشكلة بين الزوجين؟ تحدث أم لا؟ كيف يا أحندويو؟ تحدث. تحدث، نعم. أخ مخلصين، الثاني. نعم أستاذ، تفضل، أنا لماذا تحدث المشكلات بين الزوجين؟ أسف أستاذ، كم سؤال نعم، أستاذ؟ الصفحة 55 في بي دي إف في PDF 83. 83. أنا 83. نعم، مشكلة في حياة الزوجين. السؤال الثاني: لماذا تحدث السؤال الثاني، المشكلات بين الزوجين؟ آسف أستاذ، نعم، لم تعرف؟ أنا لا أعرف أستاذ. طيب، أخ فرمان، هل تعرف؟ يا أستاذ، هل تعرف لماذا تحدث المشكلات بين الزوجين؟ لماذا تحدث المشكلات بين الزوجين؟ لماذا؟ لا أعرف أستاذ، طيب، أحندويو، أنا لم أقرأ. لماذا تحدث مشكلة بين الزوجة؟ لأن يعود شباب إلى لأن اختلافا كثيرا بين شخصية الرجل. نعم، شخصية الرجل وشخصية المرأة. طيب، من عليه حل المشكلات البيت والأسرة؟ نعم، من يجيب؟
عليه حل المشكلات البيت والأسرة، هل الأب، هل الزوج أو زوجة أو كلاهما؟ من يا إخوان؟ ما يفعل المشكلة بيت المشكلة؟ من يا إخوان؟ الزوج، الزوجة أم كلاهما؟ من يعرف؟ كلاهما يا سيدي. لماذا؟ لماذا يجب عليهما أن يحلا مشكلات البيت والأسرة؟ لأن ماذا؟ لأن أعضاء الأسرة من الزوج والزوجة. طيب، ليس الزوج فقط، الزوجة كذلك، وهي من الأسرة. طيب، الأخير، متى يقع الطلاق بين الزوجين؟ متى يقع الطلاق بين الزوجين؟ متى يقع الطلاق؟ ما معنى يقع؟ أنا يعني يقول الزوج إلى زوجتها، إلى زوجته: أنا أطلقك. طبعا يقع الطلاق بين الزوجين متى يا إخوان؟ حينما طلق الزوج زوجته. طيب، نعم. الآن نأتي إلى الحوار، أي عفوا النص. النص والموضوع: هل تحدث مشكلات بين زوجين؟ هل تحدث مشكلات بين زوجين؟ طيب، أنا سأقرأ النص ثم بعد ذلك أنتم تقرؤون النص واحدا واحدا. طيب، في الحياة الزوجية خير كثير للزواج وللزوجة وللأولاد، ومع ذلك تظهر أحيانا بعض المشكلات في حياة الزوجين. علينا أن نعرف هذه الحقيقة قبل الزواج. نعم، قد تحدث خلافات بين الزوجين، وليست هذه هي المشكلة. طيب، وإنما المشكلة أن نعجز عن حل تلك المشكلات. يعتقد كثير من الشباب أن الحياة الزوجية بلا مشكلات، فإذا قابلوا مشكلة ثاروا وفكروا في الطلاق. على الشباب أن يعرفوا أن الحياة الزوجية رحلة طويلة، وأن السبيل إلى النجاح في الحياة الزوجية هو الحوار. لماذا تحدث مشكلات بين الزوجين من وقت لآخر؟ يعود السبب إلى وجود اختلافات كثيرة
بين شخصية الرجل وشخصية المرأة، وتظهر كهذه اختلافات بعد مرحلة الطفولة، وتزيد في مرحلة الشباب. فالرجل يجب أن يجب أشياء عفوا فالرجل يحب أشياء لا تحبها المرأة، والمرأة تحب أشياء لا يحبها الرجل. وعندما تظهر مشكلات في الحياة الزوجية، يأخذ الزوجان في الشقواء، يشكو الزوج فيقول: زوجتي لا تستمع إلي، وتتكلم مع صديقاتها في الهاتف كثيرا، وتذهب إلى السوق كثيرا، وتشتري أشياء لا نحتاج إليها، وتشكو الزوجة فتقول: زوجتي يتكلم طول الوقت في السياسة والرياضة، ويقضي وقتا طويلا خارج البيت، وعندما يكون في البيت يقضي الوقت في قراءة الصحف والمجلات أو مع الحاسوب. طيب، تفضل اقرأ يا هندويو. في الحياة الزوجية خير كثير للزوج وللزوجة والأولاد، ومع ذلك تظهر أحيانا بعض المشكلة في حياة الزوجين. علينا أن نعرف هذه الحقيقة قبل الزواج. نعم، قد تحدث خلافات بين الزوجين، وليست هذه هي المشكلة، وإنما أن نعجز عن حل تلك المشكلات. يعتقد كثير من الشباب أن الحياة الزوجية بلا مشكلات، فإذا قابلوا مشكلة تارو فإذا قابلوا مشكلة ثاروا وفكروا في طلاق. على الشباب أن يعرفوا أن الحياة الزوجية رحلة طويلة، وأن السبيل إلى النجاح في الحياة الزوجية هو الحوار. لماذا تحدث مشكلة بين الزوجين من وقت لآخر؟ يعود الشباب إلى وجود اختلافات كثيرة بين شخصية الرجل وشخصية المرأة، وتظهر هذه الاختلافات بعد مرحلة بعد مرحلة الطف طف طف طفالة. طفولة. طفولة بعد مرحلة الطفولة فالرجل يحب أشياء لا تحبها المرأة، والمرأة تحب أشياء لا يحبها الرجل.
وعندما تظهر المشكلات في الحياة الزوجية يحود زوجان في الشكوى في الشكوى. في الشكوى يحود الزوجان في الشكوى يشكو الزوج فيقول زوجتي لا تستمع إلا وتتكلم مع صديقاتها في هاتف كثيرا وتذهب إلى السوق كثيرا وتشتري أشياء لا نحتاج إليها وتشكو الزوجات وتقول زوجي تتكلم طول الوقت في السياسة والرياضة ويقضي وقت طويل خارج البيت وإنما يكون في البيت يقضي الوقت في قراءة الصحف لا، بل والمجلات. والمجالات نعم في قراءة الصحف والمجالات أو مع حاسوب طيب، تفضل أخ فيرمان، اقرأ. نعم، قل. في الحياة الزوجية خير كثير للزوج وللزوجات وللأولاد ومع ذلك تظهر أحيانا بعض المشكلات في حياة الزوجين علينا أن نعرف هذه الحقيقة قبل الزوج نعم قد تحدث خلافات بين الزوجين وليست هذه هي المشكلة وإنما المشكلة أن نعجز عن حل أن حل تلك المشكلات تلك المشكلات مشكلات يقع يعتقد كثير من الشباب أن الحياة الزوجية بلا مشكلات فإذا قابلوا مشكلة. مشكلة ثارية لا، مشكلة ثارية نعم، فإذا قبلوا مشكلة ساروة لا، صاروا قبلوا مشكلة ساروا وفكروا وفكروا في الطلاق فكروا في الطلاق على الشباب أن يعرفوا أن الحياة الزوجية رحلة طويلة وأن السبيل إلى النجاح في الحياة الزوجية هو الحوار لماذا تحدث مشكلات بين الزوجين من وقت لآخر يعود إلى وجود كثيرة نعم، بين شخصية بين شخصية الرجل شخص اختلاف مرحلة الطفولة وتزيد
watazidun fi La marhalati watazidu wa dua tafkir. indama watazidu fi marhalati marhalati syababi. Farrajulu yuhibbul asya'a la tuhibbuha al-mar'ah. Wal mar'atu tuhibbu asya'a la yuhibbuha ar-rajul. Wa indama tazharu al-mushkilatu fil hayati az-zawjiyyah ya'khudhu az-zawjani fi ash-shakwa. Yashku az-zawju fayaqul zawjati la tastami'u ilayya. Wa tatakallamu ma'a sadiqatiha fil hatifi katsiran wa tadhhabu ila as-suqi katsiran wa tashtari asya'a la nahtaju ilaiha wa tashku az-zawjatu fa taqul zawji yatakallamu tulal waqti fis siyasati war riyad wa yaqdi waqtan tawilan khawjal bait wa indama yakunu fil baiti yaqdil waqta fi qiraati as-suhufi wal majallati aw ma'al hasubi. Naam, tafaddal akh Saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Fil hayati az-zawjiyah khairun katsirun liz zawjati wa lil aulad ma'a dhalika tadhharu ahyanan ba'du al mushkilat fi hayati al zawjayn alayna an na'rifa hadhihi al haqiqata qabla al zawaj. Na'am, qad tahduthu khilafatun bayna al zawjayn wa laysat hadhihi hiya al mushkila wa innama al mushkilatu an na'jiza an halli tilka al-mushkilat. Ya'taqidu kathirun min ash-shababi anna al-hayata az-zawjiyah bila mushkilat. Fa'idha qabalu mushkilatan tharu wa fakkaru fi at-talaqi 'ala ash-shababi ay ya'rifu anna al-hayata az-zawjiyah rihlatan tawilatan. Wa anna as-sabila ila an-najahi fi al-hayati az-zawjiyah هو الحوار. لماذا تحدث مشكلات بين الزوجين من وقت لآخر؟ يعود السبب إلى وجود اختلاف كثير بين شخصية الرجل وشخصية المرأة، وتظهر هذه الزيد في مرحلة الشباب. فالرجل يحب أشياء لا تحبها المرأة، والمرأة تحب أشياء لا يحبها الرجل. وعندما تظهر المشكلات في الحياة الزوجية، يأخذ الزوجان في الشكوى. يشكو الزوج فيقول زوجتي لا تسمع إلي وتكلم مع صديقاتها في الهاتف كثيرا وتذهب إلى السوق كثيرا وتشتري أشياء لا نحتاج إليها وتشكو الزوجة فتقول زوجي يتكلم طول الوقت في السياسة والرياضة ويقضي وقتا طويلا خارج البيت وعندما يكون في قراءة الصحف والمجلات أو مع الحاسوب. خلاص. طيب نعم شكرا لكم على قراءتكم. هل عندكم سؤال حول النص؟ عن المفردات أو الكلمات أو الجمل. نعم أخير من أه
وإنما المشكلات أن نعجز ما معنى نعجز Na'jiza'an. أن Na'jiza'an bima'na yakni ajiza'an. Ya'ati ajiza' ma'a'an. Bima'na du'ufa. Lam yaqdir ala dhalik. Du'if. La ضعيف yastati'. ضعيف Yani wa innamal muskilatu an na'jiza'an halli tilkal muskilah. Bima'na hadhil muskilah la nastati' an nuhal. An nahul. أن نحلها. طيب أن نحلها، طيب لا نعم نستطيع نجيز لا نستطيع. نعجزان بمعنى لا نستطيع، نحن ضعيف عن ايه حل تلك المشكلة. نعم لا نعم. طيب طيب هل هناك سؤال آخر؟ ما معنى حل جد؟ ما معنى حل؟ حلا يعني ماذا يجعله حلالا أو يجعله من مشكلة إلى ماذا نقول ليس مشكلة لديك مشكلة مع مثلا مع زوجتك صحيح ثم أنت تتكلم مع زوجتك لحل هذه المشكلة. طيب وبعد أوصل ذلك أنت مع زوجتك ماذا؟ يعني أنت ماذا نقول يجعل التصالح معك وزوجتك بينك وزوجتك. أستاذ نعم فإذا قابلوا مشكلة ساروا أستاذ ثاروا ساروا بمعنى ماذا؟ ثاروا من ثارا من ثارا. ساروا نعم ومع معناه ماذا؟ يعني هاجة 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 يعني ماذا نقول حينما الشخص يغضب؟ طيب يغضب يا يغضب مرة ليس يغضب ولكن ماذا نقول ماذا يرفع غضبه حتى لا يستطيع أن يفكر جيدا. طيب نقول ماذا نقول بلغتنا هذا بمعنى ماذا؟ بالغيرة. طيب ولكن هذا لشيء قبيح. مشكلة ثارو يعني يرفع غضبه يرفع انفعاله في الشر. ماذا يفعل الرجل حينما يغضب؟ يفعل شيئا يضره أو يضر لمن حوله صحيح؟ وهو لا يستطيع أن يفكر جيدا. هذا بمعنى ثارو. وثارو هذا نقول كذلك ماذا بغير هاجة بمعنى هاجة. نعم طيب هل هناك سؤال آخر؟ طيب إذا ليس هناك سؤال نترجم. في حياتي الزوجية خير كثير للزوج وللزوجة وللأولاد. نعم ما معنى هذه الجملة؟
في الحياة الزوجية ماذا؟ خير للزوج وللزوجة وللأولاد. نعم. نعم، هناك خير كثير. ومع ذلك تظهر أحيانا، أحيانا هنا قيل أحيانا. طيب، ماذا؟ بعض المشكلات في حياة الزوجين. نعم، طبعا في حياة الزوجين أو الزوجية لابد هناك ماذا؟ مشكلة. طيب، أحيانا ليس دائما، أما إذا كان هناك مشكلة دائما في حياة الزوجين هذا خطأ، أما أحيانا فهذا صحيح لا بأس. والخطأ حينما تكون المشكلات أحيانا تظهر أحيانا. أيضا علينا أن نعرف هذه الحقيقة قبل الزواج. ما هي الحقيقة يا إخوان؟ هذه الحقيقة، ما الحقيقة؟ أي الحقيقة؟ حقيقة مشكلة نعم، ماذا؟ مشكلة ماذا؟ مشكلة في مشكلة حياة الزوجين الزوجة. نعم، الزوجة هناك المشكلات في هناك حياة مشكلة الزوجين الزوجين وتظهر أحيانا هذه المشكلات. نعم، قد تحدث خلافات بين الزوجين. طيب، وليست هذه هي المشكلة. ليست ماذا؟ ليست الخلافات، ليست خلافات بين الزوجين هي المشكلة. لا، خلافات بين الزوجين ليست مشكلة. إذا ما المشكلة؟ وإنما المشكلة أن نعجز عن حل تلك المشكلات، لا نستطيع أن نحل ماذا؟ أن نحل هذه المشكلات. طيب، أن نصلح هذه المشكلات. لا نستطيع أن نخرج من هذه المشكلات. ولذلك ماذا؟ وهذا يسبب ماذا؟ تكون المشكلات تظهر دائما. طيب، هذه هي المشكلة. المشكلة ليس خلافات بين الزوجين، لا، وإنما المشكلة أن نعجز عن حل تلك المشكلات. لا نستطيع ماذا؟ عن حل أو حل تلك المشكلات. طيب، يعتقد كثير من الشباب أن الحياة الزوجية بلا مشكلة. نعم، كثير من الشباب هم يظنون ويعتقدون أن الحياة الزوجية بلا مشكلات، حياة ممتعة، حياة مسرورة، فيها الحب، فقط الحب، ليست مشكلة، لا المشكلات. طيب، إذا ما الهدف؟ الهدف فإذا قابلوا مشكلة ثاروا. فإذا قابلوا مشكلة ماذا؟ يكون الغضب سرعة الغضب، وفكروا في الطلاق، وهذا خطير، هذا خطير جدا. طيب، لماذا؟ لأن حينما يقول الرجل لزوجته أنا ماذا؟ أطلقك، إذا خلاص قد وضعت الطلاق، فهذا خطأ يا إخوان. لماذا؟ لأن الشباب هم يفكرون أن الحياة الزوجية بلا المشكلات.
على الشباب أن يعرفوا أن الحياة الزوجية رحلة طويلة. نعم، هذه الرحلة طويلة جدا حتى الموت أو حتى الطلاق، وأن السبيل إلى النجاح في الحياة الزوجية هو الحوار. هذا هو ماذا الحل، حل عن المشكلات. كيف نحل المشكلات؟ يعني نحاور مع زوجتنا. طيب، لأن السبيل إلى النجاح في الحياة الزوجية هو الحوار. حينما ماذا يحاور الزوج مع زوجتها، مع زوجته عفوا، هذه هي سبيل إلى النجاح، سبيل إلى حل المشكلات. يأتي المشكلة يحاور مع زوجته، ولذلك حل المشكلات. طيب، لماذا تحدث مشكلات بين الزوجين؟ ما السبب؟ من وقت إلى آخر، من وقت إلى وقت، الآن يأتي المشكلات، تأتي المشكلات، وبعد وأسبوع القادم تأتي المشكلات من وقت إلى آخر، من وقت إلى وقت. فالجواب، يعود السبب إلى وجود اختلافات كثيرة بين شخصية الرجل وشخصية المرأة، لأن هناك اختلافات في شخصية الرجل وشخصية المرأة، وتظهر هذه الاختلافات بعد مرحلة الطفولة. ما معنى هذه الجملة يا أهندويو؟ ماذا يجد؟ وتظهر هذه اختلافات بعد مرحلة الطفولة. أي اختلافات؟ اختلافات بين الزوج لا، والزوجة. اختلافات بين ماذا يا أخ صالح؟ المشكلة بين الزوجين يا أستاذ. لا، شخصية نعم الاختلافات شخصية الرجل وشخصية المرأة. نعم اختلافات بين شخصية الرجل وشخصية المرأة، تظهر هذه الاختلافات بعد مرحلة الطفولة وتزيد. طيب، تظهر بعد مرحلة الطفولة وتزيد ظهورها في مرحلة الشباب. فالرجل يحب أشياء لا تحبها المرأة. مثلا ماذا يا إخوان؟ الرجل يحب أشياء لا تحبها المرأة، ما هي؟ الرجل يحب كالهاتف وفي خارج البيت، ليس في البيت مع نعم زوجها. نعم يعني أحيانا الرجل يحب السرعة في كل شيء. طيب، في مثلا يذهب إلى السوق، طيب، ويشتري ما يريد، ويريد أن يشتري سمك، خلاص يذهب إلى مكان هناك بيع السمك. لا، يذهب إلى مكان بيع ماذا، وبيع تيمبي مثلا وغير ذلك، ولا يشتري السمك. لا، الرجل يحب أحيانا السرعة في كل شيء، والمرأة تحب أشياء لا يحبها الرجل. المرأة بخلاف الرجل، بخلاف الرجل، هن أحيانا لا ماذا لا يقولون، لا تقولن ماذا تريدن، صحيح؟ أما الرجل ماذا يقول، ماذا يريد؟ إنما مثلا تسأله زوجته ماذا تريد للأكل، قال الرجل أريد السمك. أما المرأة ماذا تريدين للأكل؟ ما شئت، ما شئت، صحيح؟ هذه هي المرأة. هذه من اختلافات بين
شخصيتهما. طيب، وإنما تظهر مشكلات في الحياة الزوجية يأخذ الزوجان في الشكوى، يعني يشكونان، يشكو الزوج فيقول زوجتي لا تستمع إلي وتتكلم مع صديقاتها في الهاتف كثيرا وتذهب إلى السوق كثيرا وتشتري أشياء لا نحتاج إليها. خلاص، يشكو الزوج. والأخير هذا صحيح، كثير من الزوجة كن يشترن ما لا تحتاجن، وتشكو كذلك الزوجة فتقول زوجي يتكلم طول الوقت في السياسة والرياضة. طيب، حينما يتكلم الزوج مع زوجتها في السياسة والرياضة في أول حوار، ماذا الزوجة تريدنا أن تسمع إلى هذه الحوار، ولكن حينما يتكلم كثيرا عن السياسة والرياضة خلاص قلنا لا، ماذا، لا تعرفن عن هذه السياسة والرياضة. أما إذا تتكلم في الطبخ أو في الطعام قلنا تحبن، ويقضي وقتا طويلا خارج البيت، وعندما يكون في البيت يقضي الوقت في قراءة الصحف والمجلات أو مع الحاسوب، ولا يتكلم مع زوجته أو مع أولاده. خلاص، إذن هذه ماذا؟ بدأ ظهرت المشكلات. نعم، هل عندكم سؤال حول هذه النص يا إخوان؟ طيب، إذا ليس هناك الأسئلة نأتي إلى التدريب. التدريب الأول، ضع علامة صحيح أو خطأ ثم صحح الخطأ. تفضل أخ فرمان، الرقم الأول. نعم أستاذ، الرقم الأول. هناك خير كثير للأسرة في الحياة الزوجية. صحيح. صحيح، نعم، هناك خير كثير للأسرة. الثاني، أخ هندويو، أخ هندويو، الثاني تضحية. نعم سيد. تفضل لا بك سيد. تفضل. تظهر مشكلة كثيرة قبل الزوج. قبل ماذا؟ تظهر مشكلة قبل زواج. نعم، صحيح أو خطأ؟ نعم يا سيد. خطأ سيد. الصحيح؟ تظهر مشكلات كثيرة بعد الزواج يا سيد. نعم، بعد الزواج. طيب، أخ صالح، تعتقد كثير من الفتيات أن الحياة الزوجية بلا مشكلة. صحيح يا أستاذ. صحيح، نعم، أما نحن اليوم، نعم صحيح، كذلك كثير من الفتيات، ليس الشباب فقط، ليس شباب الشباب، نعم، الشباب والفتيات كثير منهم ماذا، يرون أن الحياة الزوجية بلا مشكلة. طيب، الرابع، أخبر من ربيع. هناك اختلافات بين شخصية الرجل وشخصية المرأة. هناك اختلاف. صحيح أستاذ. نعم، صحيح. الأخير، أه هندويو، الخامس، يشكر زوجاني لا، ليس إذا يشكر،
يسكو 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 نعم يسكو الزوج يسكو زوجان إذا ظهرت مشكلات. صحيح سيد. صحيح نعم هناك خير كثير للأسرة في الحياة الزوجية صحيح تظهر مشكلات كثيرات قبل الزواج خطأ الصحيح بعد الزواج الثالث تعتقد كثير من الفتيات أن الحياة الزوجية بلا مشكلات صحيح ولكن في الكتاب خطأ الصحيح الشباب طيب هناك اختلافات بين شخصية الرجل وشخصية المرأة صحيح يسكن الزوجان إذا ظهرت مشكلات صحيح طيب الآن التدريب الثاني أجب باختصار أم ما يلي السؤال الأول أخ صالح السلام عليكم. ما الحقيقة التي يجب أن نعرفها قبل الزواج؟ ما الحقيقة يجب أن نعرفها قبل نعم الزواج؟ أن المشكلة في الزواج نعم كثير. كثيرة أن ال فتجيب أن تقاب فتجيب أن نقابل لا خلاص أن أن نقابل مشكلات ذلك. في حياتي زوجية كثيرة خلاص هذه هي الإجابة طيب شكرا. عفوا. فيرمان الثاني الثاني، ماذا يفعل الشباب إذا قابلوا مشكلة في الحياة الزوجية؟ يفعل الشباب ساروا نعم وفكروا في الطلاق. نعم ثاروا وفكروا في الطلاق هندويو الثالث الثالث، ماذا تحتار الاختلافات بين شخصية الرجل وشخصية المرأة؟ الاختلاف بين شخص متى تظهر؟ ماذا تظهر؟ متى تدل السؤال تدل على الوقت؟ من وقت الآخر زاد. لا من وقت لا بعد مرحلة طفولة. نعم، بعد مرحلة الطفولة. نعم أنه يخلص أخ صالح متى تزيد هذه الاختلاف؟ تزيد هذه الاختلاف بعد مرحلة الشباب. في مرحلة الشباب أو بعد مرحلة الشباب؟ بعد مرحلة الشباب. طيب ثم وفي مرحلة الشباب. نعم صحيح في مرحلة الشباب متقين نعم نعم وزاد. الخامس يا استاذ، نعم الخامس، من أي شيء يشكو الزوج؟ من أي شيء يشكو الزوج؟ من أي شيء يشكو الزوج؟ يشكو الزوج من لأن
لأن زوجتي لا تستمع لا لأن نعم ثم ثم تتكلم مع صديقتها في الهاتف كثيرا أو تشتري لا تحتاج إليها. نعم الأخير أهندويو من أي شيء من أي شيء تسكو الزوجة وتسكو الزوجة فتقول زوجي تتكلم طول الوقت يا سيد نعم وسياسة ورياضة في في السياسة سياسة والرياضة ورياضة. ويقضي وقتا طويلا خارج البيت. حسنا نعم طيب ما الحقيقة التي يجب أن نعرفها قبل الزواج؟ أن مشكلات في الحياة الزوجية كثيرة. ماذا يفعل الشباب إذا قابلوا مشكلات في الحياة الزوجية؟ إذا قابلوا مشكلات في حياة الزوجية ثاروا وفكروا في الطلاق. متى تظهر اختلافات بين شخصية الرجل وشخصية المرأة؟ بعد مرحلة الطفولة. متى تزيد هذه الاختلافات في مرحلة الشباب؟ من أي شيء يشكو الزوج؟ يشكو الزوج من ماذا؟ مما فعل الزوجة حينما تتكلم مع صديقاتها كثيرا في الهاتف، تذهب إلى السوق كثيرا وتشتري أشياء لا نحتاج إليها. ومن أي شيء تشكو الزوجة؟ تشكو الزوجة مما فعل الزوج من ماذا؟ حينما يتكلم كثيرا في السياسة والرياضة، وكذلك ماذا يقضي وقتا كثيرا خارج البيت وغير ذلك. طيب هل لديكم سؤال عما درسنا اليوم يا إخوان؟ طيب إذا نختفي إلى هنا. شكرا على حسن اهتمامكم واستماعكم. نلتقي غدا إن شاء الله. نختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم اللهم وبحمدك، وبحمدك أشهد أن أشهد أن لا لا إله إله إلا إلا أنت أنت، أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك. وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لكم. عفوا وجزيتم الله خيرا.